الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام متابعي قنوات جات كبيرة ومنتظرة بين فريقين اعتادا في وليفاندوفسكي ورافينيا. رافينيا عندها الكرة الآن، يلعبها تريمنا، وصلت إلى رافينيا، يتقدم رافينيا الآن، يبحث قصر إلى ماركوس راشفورد، عرضية من راشفورد داخل منطقة الجزاء في هذا الملعب، كرة عن طريق مالاسيا ملعوبة وأبعدت في عن طريق ليفاندوفسكي، 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 والكرة لازالت مستمرة روبير، والإبعاد في التوقيت المناسب، الإبعاد في التوقيت المناسب عن واجهة ديخية بقميص تشيلسي، ألونسو يلعبها، كذلك ملعوبة عرضية في الجانب المقابل عن طريق جوردي ألبا، ديونج يبحث عن مساندة ومرور، أمامية ملعوبة طالت عن في الجهة اليسرى، أمامية ملعوبة داخل منطقة الجزاء، رسيم بيدريو اليونايتد في المقدمة، والأهم من ذلك قربه رائعة إلى جوردي ألبا، يبحث عن كرة عرضية، ألبا يلعب منطقة الجزاء دخية، يبعد الكرة في التوقيت المناسب، رافينيا يفسي لو كان أي مهاجم آخر ممكن أيضا، كرة محاولة ملعوبة، رافينيا تحولت في الآن الآخر، خطيرة جدا خطيرة، لا السلبي خطيرة من هذا الجانب، وصلت إلى خارج أرضية الملعب، ركلة ركنية صعب في بطولة الدوري الإسباني، صعب التكافؤ على مستوى الفرص، كرة بمحاولة ملعوبة رأسية الآن في بطولة الدوري الإسباني كبير جدا، كرة بمحاولة حلوة اللقطة من ماركوس راشفورد، هذا الخطر وصلت إلى جوردي ألبا، ألبا يلعبها لكن دافيد دخية، دافيد دخية شوف مع ألبا، لكن أيضا لا زالت مستمرة وقائمة لا زالت حاضرة، لا زالت ممكنة في أرضية الميدان. بعد ذلك جابي رافينيا وكرة بمحاولة خطيرة وتسديدة إلى خارج أرضية الملعب، رافينيا بمحاولة في الجهة اليمنى، وان بيساكا يلعبها، لا زالت مستمرة خطيرة يا رافينيا، 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 لا زالت ما بين أقدام البرازيلي، الخسارة وتسجيل الانتصار الأول في كامب نو. اليوم هي الدفاع، هي الدفاع، هي الدفاع، هنا راشفورد، راشفورد، لا 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 يعيش أفضل فتراته في هذا الموسم، ديخية، ديخية، شوف عينك، 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 بالتالي رابع أهداف، كرة إلى ماركوس راشفورد، عرضية داخل منطقة الجزاء، عرضية داخل منطقة الجزاء، مهمة الذهاب، كرة تصل إلى أنسو فاتي، لا 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 لا